والوقت المفروض أنه هم يصوتون قبل أن يصوتون على مخصصاتهم ورفع رواتبهم، يصوتون على تعديل سلم رواتب الموظفين وعدم بيع هذه الأنانية يعني، ويفكرون في مصالحهم. هذا ما يؤكد بأنهم لم يأتوا لخدمة الشعب وإنما جاءوا من أجل التحصيل على مكاسب خاصة بهم. أعتقد بأن مجلس النواب أراد من هذه الخطوة زيادة امتيازات أعضاء مجلس النواب ومعادلة رواتبهم برواتب الوزراء، بالإضافة إلى زيادة رواتب ومخصصات موظفي مجلس النواب بحدود 30%. أعتقد بأن هذه النقطة تزيد من حجم الفجوة ما بين مجلس النواب والمواطن العراقي، خاصة الموظف، لأنه لم يؤخذ بنظر الاعتبار سلم الرواتب المتأخر لأكثر من 15 سنة سابقة. لو كانت ميزان العدالة لدى مجلس النواب في الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها، يجب أن ينظر بالعين الأخرى إلى حقوق الشعب العراقي، لأنهم ممثلين عن الشعب العراقي ويسعون دائما إلى إقرار وسن قوانين تخدم أغلبية الشعب العراقي الذي يعاني من الفقر والعازة. حياكم الله. قبة تشريعية تدور فيها القرارات والقوانين، بعضها حاجة آنية والبعض الآخر رفاهية، وعادة ما تكون شكلية. في كل الأحوال جدول أعمال قد يكون كامل الدسومة بالمشاريع أو خالي تماما من أي قراءة مهمة. ما بين الاثنين مفاجآت تظهر بين الحين والآخر، كقرار زيادة الرواتب والمخصصات والذي ظهر على الساحة في وقت يترقب فيه المواطن العراقي النظر إلى واقعه المرير. طرف ينفي وطرف آخر يؤكد، ولا نعلم أيهما الأصح في وقت سقطت فيه العدالة برفع أيادي التصويت على الامتيازات. أما العالم الافتراضي فالواقع لا يختلف كثيرا، سرقات للرواتب والأموال وبرامج تجسس وحسابات وهمية والمواطن هو الضحية. فسنضع الحدود اللازمة ونغلق الأبواب بوجه الامتيازات والسرقات، أم أن العراقي قدر له أن يتعايش مع هذا الوضع وأن يعيش به، وفي الحالتين هو الخاسر الأكبر. ملفنا الأول في حصاد اليوم سيكون عن الأنباء المتداولة بشأن زيادة رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب، ورح نتناقش بهذا الموضوع مع ضيفي الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدين الأعزاء. حياك الله دكتور. دكتور، بداية خلينا نبدي من رواتب أعضاء مجلس النواب والموظفين والرئاسات الثلاثة. نعم. طق بطق، إيش قد تكلف ميزانية الدولة؟ يعني المدراء العامين والوكلاء الوزراء وكذلك أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين، الإجمالي قد يقترب من 3 بالألف من إجمالي بند تعويضات الموظفين، ولا يشكل رقم كبير. لدينا أكثر من 4500 مدير عام، لكن المشكلة هي ليست في القيمة، المشكلة في الجانب الاعتباري. الجانب الاعتباري بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب كانت تشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس، ثم خفض هذا الشرط إلى إعدادية. طبعا قانون الرواتب لا يسمح لإعطاء مخصصات لمن يمتلك شهادة الإعدادية،
لذلك قسم من أعضاء مجلس النواب يتقاضى 6 ملايين طبعا تخضع إلى الاستقطاعات الضريبية، يعني 4 مليون اسمي ومليونين مخصصات مقطوعة. من يمتلك الشهادة يعني ماجستير أو دكتوراه يحصل ماجستير 75% من الراتب الاسمي إضافة للست ملايين، وكذلك الدكتوراه 100%. بتقديري تطبيق هذه النسبة كان يفترض أن يراعي هل هذا العضو يمارس العمل التخصصي للشهادة التي يمتلكها. شلون يعني؟ يعني مثلا إذا هو عنده دكتوراه بالقانون هل هو باللجنة القانونية أم غير لجنة؟ وهذه شرح تفترق، هو يقول لك هذه المفروض أنا ما أصرف مجلس نواب، يقول لك أنا مجلس نواب وأنا عضو أدي مهامي وأدي دوري. أنا أصرف مخصصات الشهادة لمن يمارس العمل ضمن نطاق، يعني البلد يحتاج الشهادة هذه بهاي النقطة أنطي مخصصات شهادة، طبعا مو فقط أعضاء مجلس النواب. ليش هسه أكو مخصصات تنطي لغير الاختصاص؟ نعم، يعني بمجرد هو محصل ماجستير أو دكتوراه بس هو بغير لجنة، فماذا استفاد أني من عنده باللجنة اللي هو بيها؟ إيش قد تتكلف الميزانية؟ المدراء يعني العامين، أعضاء مجلس النواب، الموظفين كلهم إيش قد تتكلف الميزانية؟ يعني الإجمالي هو 3% من 60 تريليون. أي؟ يعني 60 تريليون تقريبا 600 مليار بالسنة. 600 مليار. شنو رأيك بهذا الرقم؟ أنا مشكلتي مو بالرقم، مشكلتي هو كعضو مجلس نواب لازم من يرفع ايده ما يكون ارتشى. يعني أنا طبعا ليش اكو نواب مرتشين؟ يعني اكو تصويت يتم بالترضية. أنا دا انطي رقم قيمة، يعني هو القاضي هسه هم ليش معترضين؟ اي اعضاء مجلس نواب، رواتب القضاة اعلى منهم، رواتب الوزراء اعلى منهم. المشكلة أني أنطي هذا الموقع راتب جيد على مود أمنع من أنه يخترق مالياً. بس هسه هو مخترق. لا ما نقدر نتهم أحد. هسه قلت أني أهم شيء عندي ما يوقع على فتشي بدون أنه يكون هو أمين على هذا المكان. زين، دعني أرحب بالقانوني الأستاذ صفاء اللامي، سينضم إلينا الآن. حياك الله أستاذ صفاء. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. صفات كنا نحكي عن زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب والموظفين، هذه الخطوة قانونية؟ يعني بدأنا نرحب بحياك الله أستاذ وحضرتك وبمشاهدي ومتابعي قناتكم. تذكرين حضرتك الناس خرجت المظاهرات كبيرة، والدولة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات بتقليص المنافع الاجتماعية اللي برئاسة الجمهورية وبرئاسة الوزراء، وبضمنها تنزيل رواتب أعضاء مجلس النواب. المفروض يكونون يعني أكثر وضوحاً مع الشعب، ما يمضي هذا الموضوع بجلسة سرية. المفروض إذا عندهم أسباب إنه منع الامتيازات أو المستحقات ما تكفيهم، المفروض يعلنون ذلك ويصارحون. هي خطوة قانونية هسه بغض النظر كانت الجلسة سرية أو غير سرية، هي خطوة قانونية؟ طعنوا بها بعض النواب بأنه الجلسة غير قانونية على اعتبار أنه أخذت في غفلة، يعني وبعض أعتقد بعض النواب يعني يمكن ما موافقين على أن تكون الجلسة بهذه الطريقة. يبقى الفصل بها للقضاء، يمكن راح يتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية بقانونية هذه الجلسة. بس هو من الناحية القانونية كقانون يعني ذات سأليني أنه مجلس النواب من حقه شو مثل جلسات المحاكمة، يعني يخلي الجلسة سرية ويخليها علنية صلاحيته. ممكن يخليها بس ما يدور خلف الكواليس انه يضمن ان اشياء انه عدم اخراج ذلك للاعلام الى المنظمات. من وجهه نظرك كقانوني ليش اذا هي خطوه قانونيه وما بها اشكال ليش ما يحكي بها قدام الشعب؟ يرفض انه يعتبرها باب من ابواب الفساد لاعضاء مجلس النواب. هو حاليا راتب مجلس النواب اعتقد 8 مليون 8 مليون 6 مو 6 دكتور؟ اللي عنده اعداديه ياخذ 6، 4 اسمي و2 بكالوريوس اغلبهم، بس اللي عنده بكالوريوس وعنده ماجستير 8. والحمايات وتندفع رواتبهم من الدوله، يعني رهاية 8 ملايين. بعض النواب يقولون احنا ما تكفينا يعني ال 8 ملايين دينار. 8 ملايين ما تكفي؟ على اساس ما تكفيهم 8 ملايين دينار. وهذا قياسا يخلق نوع من الفوارق الطبقيه يعني بالوظيفه العراقيه، يعني حسب قانون الوظيفه الاستاذ يعرف انه احنا بقانون الخدمه العامه الناس تطالب بوضع مساواه
في سلم الرواتب. يعني تشوفين ايش مثلا موظف، هو تعديل سلم رواتب الموظفين صار له 15 سنه ما حد يقرا، فيجي عضو مجلس النواب يصعد راتبه الى 17 مليون، والموظفين اللي بمجلس النواب ياخذون 30% خطوره. ما اعرف شنو الخطوره اللي بمجلس النواب، شنو من خطوره مجلس النواب، ما اي خطوره. فالموظف المتعين بوظيفه بسيطه ياخذ 300 الف دينار، وموظف بمجلس النواب ياخذ 3 مليون او 4 مليون. قانونيا شلون نقدر نقرا هذا الفرق؟ هذا يسمونه غياب للعداله الاجتماعيه. يعني حتى المرجعيه الدينيه حذرت الطبقه السياسيه باكثر من خطبه في يوم الجمعه، وخصوصا يعني المتحدث باسم المرجعيه على لسان السيد احمد الصافي، حذر الطبقه السياسيه من خلق هاي الفوارق الطبقيه بين ابناء المجتمع. وغياب العداله الاجتماعيه، يعني موظف ياخذ 300 الف، موظف هل من الممكن لهذا الموظف اللي ياخذ 300 الف ان يطعن، ان يروح للمحكمه يقول لهم يابا اني دعاني من انعدام العداله الاجتماعيه؟ هو الوضع بالعراق انه الطبقه السياسيه هي تمتلك القرار السياسي، وبالتالي اطمعن. بس مو القرار التشريعي استاذ صفاء. نعم، هو هم مجلس النواب، يعني هم السلطه التشريعيه، هم اللي يشرعون القوانين. زين، السلطه بيدهم، يعني هم من يشرعون القوانين. احنا ما نملك انه كاعلام منظمات مجتمع مدني ومواطنين عاديين ما نملك غير انه نروح للمحكمه الاتحاديه نطعن بهذه القرارات، ونبقى ننتظر قرار المحكمه الاتحاديه. طيب. وهذا طريق شائك ومحفوف ايضا بالمخاطر، باعتبار انه انت كمواطن، انت مواطنه هسه، يعني انت لازم توكلي لك محامين حتى يروحون يقيموا لك الدعوه، وتصرفين مصاريف على الدعوه، وتستنزفين وقتك وجهدك، ويفوت عليك منفعه بشغلك، واخر تكرسين جهد على مود تحققين مصلحه عامه. والنتائج مال المصلحه العامه مضمونه لو ما لا ما مضمونه طبعا، يبقى القرار الفصل للقضاء. طيب دكتور، 8 ملايين باعتبارك ستك كخبير اقتصادي اتحدث وياك، كافيه للمواطن، كافيه للنائب ان يصرف منها؟ يعني ايش قد يستلزم للنائب بالوضع العراقي، يعني يتحدثوا عن الاسعار العراقيه حتى يقول اني مرتاح؟ يعني هي طبعا قبل ان اجاوب على هذا السؤال، هي الحقيقه هي يفترض ان اي قرار يصدر من البرلمان لديه جنبه ماليه يفترض ان يصدر من الحكومه وليس من اعضاء البرلمان. الحكومه ستطعن بهذا القرار لان هناك جنبه ماليه. ليش هذا القرار من البرلمان دون الرجوع للحكومه؟ دون الرجوع للحكومه. يعني كان يفترض ان القرار ياتي من الحكومه اذا كانت هناك وفره ماليه، هناك اعاده نظر برواتب فئات محدده، الجنبه الماليه تاتي من الحكومه. فعمليه الطعن من الحكومه ستلغي هذا القرار، ستعطله. زين. لكن مساله الغلاء المعيشه، مساله القيمه الاجتماعيه لاعضاء مجلس النواب امام الجمهور، امام ادواتهم، يفترض ان لا نقوم باعطاء راتب للنائب ويقوم هو بالإنفاق على بعض العوائل التي يعينها. يفترض أن يكون هناك باب لدى مجلس النواب لمعالجة الحالات الطارئة. يعني العائلة العراقية، يعني قد يعني المتوسطة الدخل يفترض أن يعني مليونين دينار، يمكن أن نقول أن هذه العائلة هي ضمن بيئة الحياة المتوسطة. فعندما نقول 8 ملايين مع الامتيازات، يعني المشكلة هي مو ليست فقط يعني 8 واكو امتيازات، وايش قد يوصل الراتب؟ حماية، اكو تحسين معيشة، كسر بجامع، ايش قد يوصل الراتب؟ يعني انا اللي اعرفه حسب اللي سامعه انه اول ما يصوت على يكون عضو اكو تحسين معيشة 125 مليون هيك رقم مباشرة بعد التصويت. واللي مو من المحافظات، مو من بغداد، يأجروا له دار سكن، قيمة دار السكن قد تصل إلى 3 مليون. فهناك امتيازات أخرى. إحنا مشكلتنا، أنا بتقديري مشكلتنا مو بالقيمة هاي، ولا نريد نسلط الضوء على يعني نزيد الفجوة نظرة الشعب للبرلمان. إحنا نريد عضو مجلس النواب اللي هو المشرع، إحنا مأمنين به، يشوف نفسه متضايق ماليا بالست ملايين. هي الست ملايين كاقتصادي، كخبير اقتصادي. نعم. كافيه للنائب لو ما كافيه؟ طبعا هي مو بس هي، يعني هو وعلاج اسرته، كل كثر بجمع دكتور، حتى فوق الستة، فوق الستة ما كافيه؟ يعني لمواطن عراقي هسه كموظف ياخذ 6 ملايين؟ كلش كافيه. لا يعني ليش يريد بعد؟ يعني هسه فل بروف باي جامعه عراقيه ما يوصل راتبه، وعنده خدمه في 30 سنه ما يوصل راتبه 4.5، بينما النائب فوق الستة، بينما النائب هو أعلى من هذا. طيب، أرحب الآن بعضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي، حياك الله معي عبر الهاتف. حياك الله أستاذ.
حياكم الله، اهلا عين الست، مرحبا. اهلا وسهلا سيادة النائب. بين النفي وبين التأكيد، اكو موضوع زيادة لا. رواتب الموظفين في مجلس النواب واعضاء مجلس النواب؟ نعم، انا اجاوبكم بالبداية، اشكركم على هذه الاستضافة. حياك. احييكي واحيي جمهوركم، وما اعرف الضيوف اللي موجودين عندكم ايضا. ما اعرف ايش قد وقت عندنا حتى اوضح المسألة، لانه المشكلة عندك وقت دكتور، تفضل. تمام، للأسف أنه رئاسة البرلمان ما وضحت القصة ولا المشكلة اللي صارت، ولا أنطت بيان يعني وضحت شنو القصة، القضية أصلا. القضية في حقيقتها ابتداء صارت مشكلة بسبب صدور قرار من المحكمة الاتحادية بناء على دعوة أقامها النائب قاسم خشان ضد الرئيس السابق السيد محمد الحلبوسي فيما يتعلق بتطبيق قرار حكومي على الدرجات الخاصة داخل مجلس النواب العراقي، يعني مدراء ووكلاء عندنا في مجلس النواب العراقي. طيب. مدراء عامين كم وكيل. فالرئاسة السابقة السيد الحلبوسي ما كان مطبق قرار 333 اللي صادر من الحكومة فيما يخص الدرجات اللي داخل البرلمان، يعني هو في نظره أنه البرلمان المفروض ما تابع للحكومة على أي حال. فصدر قرار المحكمة بأنه يكون يطبق هذا القرار 333 لسنة 2015. هسه هنا ماكو مشكلة، اجت إدارة البرلمان طبقت القرار على النواب أيضا. من طبقوا القرار يعتمد في تحديد الراتب على أساس الشهادة، يعني واحدة من الأسس الشهادة. طيب. فلما طبقوا المعيار هذا الشهادة نقصت رواتب أغلب أعضاء مجلس النواب، يعني خاصة اللي إعدادية أو معهد أو بكالوريوس. أستاذ رائد، إيش قد كانت رواتبكم وإيش قد نقصت؟ يعني هسه حضرتك كنائب إيش قد تأخذ بالشهر؟ راتب عضو مجلس النواب الإسمي 4 والمخصصات 4 أيضا، يعني 8. هذا كل ما يستلمه عضو مجلس النواب اذا كان من غير محافظه. انا تعطيني مجال اوضح القضيه حتى مو انا عندي هواي اسئله سياده النائب، يعني لا من لا ضمن أنا الاسئله اوضح لك القصه. انا راح اجاوب على كل اسئلتك حتى لو نص ساعه، مو انا اخاف الوقت يحرجنا سياده النائب، فقط هذه مشكلتي. مو الناس لازم تعرف، اسعدتوا لا تريد الناس تعرف. تفضل تستضيفون ناس تحكي معلومات من يمها ما لها وجود، لا وضح لنا اياها سياده النائب. ولا طيب. نعم، من طبق هذا القرار تم انقاص رواتب اعضاء مجلس النواب باستثناء الشهادات العليا، ما صار عندهم نقص يعني باعتبار المعيار. فصارت اعتراضات داخل المجلس انه يابا احنا نواب وممثلي الشعب ما لنا علاقه، شنو لنا علاقه بقضيه شهاده وهاي المعايير؟ هاي معايير وظيفيه يعني تطبق على الموظفين، ما تطبق على المكلف بخدمه عامه اللي هو النائب، اللي هو يعني مسؤوليته تقريبا متشابهه، ماكو فرق بين نائب دكتور ونائب مو دكتور، هو بالنتيجه يمثل ناس والناس تريد من عنده شغل وكذا والى اخره على اي حال. فالمعالجه لهاي المشكله كانت معالجه خاطئه البرلمان، سووا تعليمات وبدل ما يسالون المحكمه الاتحاديه انه القرار هذا يشمل النواب وما يشمل النواب، سووا تعليمات تفاجئنا بعرضها اثناء جلسه مجلس النواب العراقي وتحفظنا واعترضنا. يعني انا واحد من الناس طلبت نقطه نظام واعترضت، قلت هذا الكلام مو صحيح، راتب مخصصات عضو مجلس النواب وراتبه واي شيء يتعلق بامور الماليه لازم يحدد بقانون حسب الدستور العراقي بقانون. طيب سياده النائب، سياده النائب. نعم. اذا الثمان ملايين ما تكفي النائب اليوم، تعديل سلم رواتب الموظفين صار له 15 سنه ما متعدل. اسمحي لي اخوي، بالنسبه للراتب انا حتى احكي لك من واقع، انا على مستوى الشخصي عندي تعهد ملتزم به بانه ما اخذ اكثر من راتبي الوظيفي اللي كنت به انا في وظيفتي. زين، المتبقي وين يروح؟ المتبقي اذا رجع للبرلمان ما راح يدخل بجيب الشعب بالنهايه. ليش وين راح يروح؟ في مكان ثاني. فانا ايش راح وين راح يروح؟ انا ما اعرف وين يروح الراتب هذا اذا تنازلت عنه. عزيز تعطيني مجال خليني اكمل، وين يروح الراتب؟ يصرف، يجوز يصرف في سفر، في ايفاد، في شغله ثانيه، ايش ما ادري يعني، بالنتيجه مصاريفك وبالبرلمان. المهم
فأنا حاليا شخصيا وراح أجيك على النواب، أنا شخصيا جاي أصرفه على الناس هذا المتبقي. أنت من السائلين أو الضيف أو أي واحد ثاني يسأل راتب النائب شقد وشقد يكفيه، تمام؟ المشكلة مو أنه النائب شقد يكفيه كمصرف شخصي. النائب هسه أنا شخصيا ممكن 1.5 مليون يكفني أنا وعائلتي أو 2 مليون. زين، مو هنا المشكلة، مو هنا المشكلة يا لعد. وين المشكلة يا سيادة النائب؟ المشكلة أنا أقول لك شنو المشكلة اللي خلت، وطبعا أنا معترض على التعليمات هاي سبتيها يمك. طيب المشكلة النواب الآخرين الإخوان دي يتحدثوني يقولون يابا أنا عندي مكتب وعندي مكتب بمحافظتي ومكتب ببغداد وانا تجيني مئات الحالات يوميا، حالات ناس. بس هاي مو واجبات النائب سيادة النائب، هذه مو واجبات النائب ياخذ فلوس ويصرفها على العوائل. انت هاي المن تحكيها عين الست الله يخليك، انا من يجيني واحد عنده عجز كلوي وجايني يبكي بمعامله انا شنو اروح اتفرج عليه يقول لي انت؟ ليش ماكو صندوق لمساعده الحالات الانسانيه الطارئه في مجلس النواب؟ هو الان كل اكثر النواب، بالمناسبه انا دا اتحدث عن المسؤولين النزيهين، المسؤول النزيه لو تعطي 100 مليون وتقول له ساعد الناس وتواصل مع الناس ما تكفي، انا اقول لك ما تكفي. اذا كان يريد يساعد الناس، الاخ السيد الضيف اللي يتحدث الان الى جانبك دا يتحدث عن المصاريف الشخصيه، اختي العزيزه احنا مصاريفنا الشخصيه ما عندنا مشكله بيها، ما تغيرت لا من الناس اللي يلبسون ولا من اللي يشترون سيارات ولا من اللي يشترون يبدلون موبايلات، ما عندنا هذه. ولكن انت صيري نائبه وفتحي مكتب ويوميا تجيك عشرات الحالات من ناس مره بظروف مره بوضع مره بكذا، انت من تعالي طلعوا تعالوا الى مكاتب مجلس النواب وشوفوا الحالات. فهنا القصه، هنا المشكله، الاخوه النواب اللي دا يعترضون على النقيصه صارت برواتبهم يقولون انتوا تريدون نروح نبوق نسرق تصير حراميه ناخذ كومشنات نبتز، هذه هي المشكله، مشكله الاخوه النواب اللي اعترضوا. فكان يفترض ان يعالج الموضوع بعيدا عن زياده رواتب موظفي البرلمان اللي صارت هذه. زين سياده النائب، سياده النائب من فضلك ايش قد صار الراتب هسه ويا الزياده المفترضه؟ والله ما ادري، ما ادري شلون سياده النائب. لانه اي انا اقول لك ما ندري، تعرفين ليش؟ لانه ما شفنا تعليمات، احنا ليش اعترضنا لعد على هذا الحكي؟ رئاسه البرلمان قالت احنا عالجنا مشكله النواب اللي نقصت رواتبهم، ما قالت زيدنا الرواتب، ولهذا كثير من الاخوه صوتوا على الاساس. شلون صوتوا يا سياده النائب؟ اذا ما يعرفون الزياده ايش قد، شلون النواب يصوتون داخل قبه البرلمان؟ اقول لك النواب تم اخبارهم بان هذه التعليمات ستعالج مشكله نقص رواتبكم، انا دا اتحدث عن النواب الاخرين. اما بالنسبه لي انا قانوني ما تفوتني هذا الحكي، قلت لهم ما يصير هذا الكلام، لا من التعليمات عارضيها، وثانيا مو بتعليمات، هذه مساله قانون، يمكن الاخ الضيف يمك يعرف انه موضوع الرواتب وغيرها ما تنظم بتعليمات، تنظم بقانون، ما يصير تنظم بتعليمات. ومن اقول قانون يعني لازم قراءه اولى وقراءه ثانيه وبالتالي تطلع الشعب وتطلع الناس، هذه هي القصه. طيب المشكله اللي سيادة صارت سياده النائب، اليوم اكو عتب من المواطنين وهذا راح يخلق فجوه كبيره بين المواطن وبين مجلس النواب، انتم ما صدقتوا تردمون هذه الفجوه. تعديل سلم رواتب الموظفين صار له 15 سنه انتم كمجلس نواب حتى ما تتطرقوا له، واذا تطرقتوا له فبشكل خجول. لا انا دكتور رائد المالكي هسه داخلين على تسالين جروبات تنسيقيات سلم الرواتب، احنا من اشد المطالبين ودا نحكي وانا مطالب دائما بهم. وموضوعهم طبعا المفروض يجي من الحكومه، لكن انا اقول لك احنا الان نعم انحرجنا في ظل الوضع الحالي، هذا محرج بالنسبه لنا، احنا نطالب بسلم رواتب للموظفين وبالتالي يصير هذا الوضع داخل مجلس النواب العراقي. هذا الموضوع اضر بينا. زين انت راح تعترض سياده النائب؟ نعم راح تعترض؟ راح تطعن؟ انا اعترضت مو راح اعترض، انا اعترضت بالداخل الجلسه، والان راح نطلب حتى تحقيق في بعض الامور اللي كانت مو واضحه، حتى هذا المحضر اللي تم تسريبه. هذا المحضر تم مو محضر مجلس النواب العراقي. يعني شوفي مكتوب به اصدار قرار نيابي بزياده الرواتب، بينما هي اصلا موافقه على تعليمات مو قرار نيابي. طيب ما كان اكو قرار نيابي.
أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر عضو اللجنة القانونية النيابية أن أبرأت المعركة. اسمحي لي أوضح قضية أنه عضو مجلس النواب لا يستلم إلا الراتب فقط، عدا ذلك لا تحسين معيشة ولا علاج ولا سيارة ولا كل شيء ماكو. ولا شقة ولا مخصصات للحماية ولا أي شيء سيادة النائب؟ لا لا، الحماية موظفين عند الدولة يأخذون راتبهم من مجلس النواب. يعني هم يعينون عقود ويأخذون راتبهم. يعني النائب يأخذ من 8 إلى 10، هذا صافي فقط، هذا اللي يأخذه. هو هذا، وبالتالي علي أن يدير مكتبه، هو شيخ عشيرة، هو عنده جمهور، عنده ناس، عنده مصاريف، هو يحتار بروحه، هو طيب. حمايته هو كذا. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي، حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. أستاذ صفاء، إذا ما تكفي 8 ملايين ما تكفي، لأن هو بالتالي عنده التزامات، عنده مكتب ويصرف على حالات إنسانية. سمعت ما تفضل به سيادة النائب. مع اعتزازي وتحياتي للأستاذ رائد زميلنا وسيادة النائب، أنا هذا التبرير ما أقتنع به، من يقول صارت جلسة مجلس النواب وصوتوا بدون ما يعرفون. نائب بالبرلمان صوت على شيء ما تعرفه؟ لا، هو صوت على زيادة المخصصات، قال لك اكو زيادة انا رفعت. سمعتي يقول ما نعرف، يقول هو ما يعرف بس يعرف اكو زيادة. يعني ماكو احد يصوت على شيء ما يعرفه، انت مسؤول مسؤولية مباشرة، مو قصدي بس على صدر رائد، يعني كل النواب 300 مسؤولين مسؤولية مباشرة امام الشعب العراقي، وبالتالي هاي المسؤولية هي ذمة في اعناقهم، وبالتالي شوفين الردات الفعل اللي صايره الان بالشارع العراقي تجاه نعتهم بالفاسدين، نعتهم بينتفعون لمصالحهم الشخصيه. هذا واحد. الثاني كخبير قانوني، الجانب الثاني بس خلينا نوضح هاي النقطه، 8 ملايين يصرف منها، هذه قانونيه؟ قانونيا واجبات مجلس النواب رقابي وتشريعي. يعني اني هسه نائب تجيني حاله عنده عجز كلوي او مثل ما تفضل سالم، اخذها واروح لوزير الصحه، مو انا اصرف من جيبي. انت شنو، جمعيه خيريه؟ نائب بالبرلمان، انت واجبك رقابي وتشريعي، تنقل معاناة الناس، تحكي بصوتهم، توصل صوتهم للحكومة، وتسعى لهم بالاشياء اللي تفضل. انت مو جمعية خيرية. خليني على النقطة الثانية ردت تفضل بها حتى انتقل للدكتور. ريت اقول انه الطبقة السياسية، مجلس النواب قبل فترة صدر من رئاسة مجلس النواب صدروا قرار، قالوا اي واحد يتكلم بالإساءة على مجلس النواب راح نقاضيه قضائيا، على اعتبار انه تمت إهانة المؤسسة التشريعية، ويمكن شفتوه نزل على وسائل الإعلام واتخذوا إجراءات القانونية بحقها. زين، شنو المشكلة؟ يقول لك مجلس النواب وما من حقك تسخر من مجلس النواب أو تقلل من السلطة التشريعية. ست الشعب وصل على أسوار الخضراء، كاد أن يطيح بالطبقة السياسية بال 2019 و 2020، والطبقة السياسية اتخذت جملة من الإجراءات، المطالب اللي طالب بها الشعب هي تقليل المنافع وتقليل مخصصاتهم وهاي الحمايات. على ما يبدو هسه يقول لك لا، أنا الثمانية ما تكفيني لأن أنا عندي كومة حالات إنسانية. هذا باب من أبواب الفساد، وهذا تمايز طبقي ويخلق فجوة بين المواطن وبين السلطة، وهذا ما يخلينا نثق بالسلطة التشريعية. كردات فعل صايرة بالشارع العراقي الآن، الناس مستاءة وسخط شعبي أكو من تصرف مجلس النواب. أوكي، احكي بالعلن، ليش تحطه بجلسة سرية؟ زين دكتور، لا شقق ولا فلوس ولا تأمين صحي ولا كل هذه، هو راتب للبرلمان 8 ملايين أو أكثر وما يكفي، لأن يقول لك أنا أعالج حالات إنسانية كخبير اقتصادي. هي هنا المشكلة، يعني مثل ما تفضل الأستاذ، لا بأس أن يستقبل النائب مشاكل هموم الشعب، لكن هو ليس أداة للحل، أداة الحل هي الحكومة. الحكومة عندما يعني تلاحظ أن هناك مثلا عجز كلوي لمجموعة ناس لا يستطيعون القيام بالإنفاق على علاجهم، يفترض أن الحكومة تطلب تشريع قانون من البرلمان يصادق عليه البرلمان. زين هم ليش من أجل معالجة حالات الاستثناء؟ لذلك هم وضعوا هذا، لأن هذا يعتبر إثراء على حساب المال العام، وثانيا يعني دعاية انتخابية مبكرة. يعني أنا ما شنو عقوبته؟ يعني تجاوز صلاحيات. لا، هو أمواله الخاصة بده يصرف على العلاج، بس يعني أنا هذا الموضوع على مود ما يصير عندي نافذة وأبقي المشكلة قائمة. أنا عضو مجلس نواب، جت حالة استثنائية، أطلب من الحكومة إذا أكو تشريع مالي يغطي هذا الإنفاق تصرف الحكومة. دكتور صفوان، حتى أفهم ليش ما يقصون من رواتب الموظفين ويدعمون. سووا صندوق، أنت حضرتك يعني أجبتي على السؤال. أي يعني أكو صندوق أو مثلا هذا للحالات الطارئة بالموازنة، مثل ما نحط احتياطي طوارئ إلى مجلس الوزراء أو إلى السيد رئيس الوزراء، يمكن 200
مليار او هيك رقم حطينا بهاي السنه. زين فد 50 مليار. هو النائب ما يعرف ايش قد الزياده يا دكتور حتى نتحدد. المبلغ اللي ذكره السيد النائب انه يتبقى وما يعرف وين يروح، الجانب المالي لا يمكن انه الرواتب الغير مستلمه تذهب الى الى العلاج. قال لك سفرات، قال لك سفرات او تضيع في مجلس ما يصير النوم. هاي ماكو شيء، انا من راتبي ما استلمه المبلغ المتبقي يرجع لوزاره الماليه، ما اقدر اني كمحاسب اصرفه على السفر. شلون نائب يقول الفلوس تضيع في مجلس لا لا مو دقيق يعني الكلام هذا. انا بتقديري احنا عندنا باب اسمه تعويضات موظفين اصرف عليه، ما استلم الراتب ارجع لوزاره الماليه. باختصار هذا التعديل الجاي اللي انا ما اعرف هو ايش قد، ما حد جاوبني على سؤال هذا التعديل المادي ايش قد راح يخلي ميزانيه العراق تخسر؟ لا هو الرقم مو يعني مو بذا قيمه، يعني عدد اعضاء مجلس النواب موظفين البرلمان بتقديري حاليا هم يعني نسبه الخطر انخفضت على موظفين مجلس النواب وليس ليش مدى يقللوا مخصصات يعني الخطوره؟ زياده مخصصات الخطوره هي عكس هي عكس التوجه، لان يعني الان صح هم تعرضوا الى باب مثلا من ابواب الفساد؟ لا هو يعني نظره جزئيه لا 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 باب من ابواب الفساد بنعم او لا؟ نعم باب من ابواب الفساد اثراء على حساب المال العام، يعني باب من ابواب الفساد. نعم باب من ابواب الفساد، وهذا التبرير غير منطقي اللي يبررونه الساده النواب كلهم موافقين عليه بدليل انه ما شفنا اعتراضات يعني. بس النائب معترض اريد مكتوب يريد يروح للمحكمه. استاذ رائد تحياتنا له، يريد يروح للمحكمه الاتحاديه. طيب شكرا جزيلا القانوني صفاء اللامي، شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت. إذا مشاهدينا ومتابعينا ملفنا الثاني راح يكون عن التحذيرات التي أطلقتها المصارف العراقية بشأن الاحتيال الإلكتروني والهاتفي وبرامج التجسس وسرقة الهوية للموظفين وللمستفيدين، وراح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيب أنسان. انتشرت في العراق خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الاحتيال المالي على الموظفين والمستفيدين من الماستر كارد بأساليب حديثة التي تقوم شخصيات متنفذة بانتحال صفة موظفين في المؤسسات المالية من خلال إيهام المستفيدين عبر منصات التواصل الاجتماعي بعروض وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. العراق اليوم ماضي باتجاه حوكمة مالية إلكترونية، وبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى ترسيخ الثقافة المالية لدى المواطن العراقي، خصوصا بعد توطين الآلاف بالملايين من المواطنين لرواتبهم وحساباتهم المالية في المصارف. حقيقة هنالك أكثر من بادرة لحالات من الابتزاز والسرقة والتلاعب، بالنتيجة اليوم نحتاج إلى ورش ودورات مكثفة، ونحتاج إلى أن يكون المواطن أكثر دراية بهذا المجال وأن يكون أكثر معرفة. مختصون في الشأن، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تربة خصبة للمحتالين لتحقيق غاياتهم، مستغلين غياب الثقافة المصرفية التي يفتقرها الكثير من المواطنين من خلال استدراجهم عبر منصات التواصل باستخدام حيلا وهمية أبرزها التقديم على قروض مالية أو توفير الوظائف وغيرها من الحيل غايتها سرقة أموال العراقيين. طبعا تعددت طرق النصب والاحتيال في العراق، اي موضوع جديد في العراق او اي ثقافه جديده في العراق دائما ما يقابلها عمليات نصب واحتيال من قبل بعض ضعاف النفوس، وللاسف اليوم نتكلم اليوم عن النصب والاحتيال بالبطاقات المصرفيه او المحفظات الالكترونيه الماليه، هذا الموضوع بدا مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بعض الصفحات الوهميه التي تدعي ان هناك جوائز وان هناك سفرات او ما شابه ذلك. العديد من المواطنين يقع ضحيه لهذه الشركات لشركات النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي. السبب طبعا الرئيس في هذا هو غياب الثقافه الالكترونيه الماليه، ثقافه الدفع الالكتروني المالي. تحذر المصارف العراقيه حاملي البطاقات المصرفيه من عدم التعامل مع البيجات الوهمية، فضلا عن الحفاظ على الرمز السري للبطاقات الإلكترونية تفاديا من عمليات الاحتيال وعدم استخدامها مع أي شخص آخر. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية.
حوار ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، حياك الله من جديد. اهلا وسهلا. كما ارحب كل الترحيب برئيس مجلس المسار الرقمي العراقي الدكتور صفد الشمري، حياك الله. حياك الله. اهلا وسهلا. ابدا معك دكتور، يعني ابدا من برامج تجسس، سرقات هويات، رسائل ورسائل وهميه على الفيسبوك، والله احنا عندنا رحلات، عندنا مكافآت، عندنا فرص عمل تقودها من البيت، كل هذه الى ماذا تشير؟ يعني الجهة المسؤولة بالتأكيد هي وزارة الاتصالات، يفترض أن تكون هناك رقابة على الفضاء الخارجي، أي حزمة تنتقل عبر الفضاء إلى الأراضي العراقية يفترض أن تكون مقيدة بنظام رقابي. حماية المستهلك، يعني المستهلك العراقي الآن يتعرض إلى هجمة إلكترونية من كل جهات العالم. لاحظنا الوزارة اهتمت بحجب بعض المواقع الغير أخلاقية، لكن الجانب المالي وهذه المكافآت واستدراج الشباب للمراهنات هي باب من أبواب غسيل الأموال، وبالتأكيد سرعة حصول هؤلاء الشباب على بعض المكافآت أدى إلى الترويج إلى هذا الموضوع. البنك المركزي نفى الاعتراف بأي صفحة مالية ضمن نطاق البيئة العراقية، فلا نزال يعني من الضروري تفعيل جانب الرقابي سواء من خلال البنك المركزي وايضا توعيه الشباب. كاقتصاد شلون يشوف الجانب الرقابي لهذه المواقع؟ يعني لغايه الان يفترض ان تحجب، يعني الان المشكله ان الموبايل في يد الاطفال والشباب لا يعلمون قيمه هذه الاشتراك واستدراجهم، وبالتاكيد مثل هذه الثقافه عندما تنتشر عملية متابعتها تكون مكلفة، فلذلك يفترض أن يكون لدينا حجم للاتصالات من الفضاء إلى العراق. الجو مفتوح حاليا، وهذا الانفتاح جو مفتوح بدون أي رقابة، بدون أي رقابة، وهذا يؤدي إلى الأضرار أيضا بسمعة العراق. أنت تعلمين من العراق بلد عانى من الإرهاب، عملية التجنيد، عملية التحويل، كلها أدوات من الممكن أن يخترق الشباب العراقي من خلال الفضاء، أو ممكن استخدامها مرة أخرى بقوة. نعم. استخدمها سابقا. نعم. إذن دكتور صفد، كيف تتم عمليات النصب والاحتيال على الموظفين يعني بوجه خاص؟ مساء الخير مجددا، حياك. يعني سنوات طويلة من التعامل الرقمي في العراق وما زالت الفوضى والعشوائية هي السائدة. اليوم المشكلة ليست في الاستخدام الرقمي السيء والخاطئ، وإنما في المعالجة الحكومية لتلك الاستخدامات، هذا جانب. جانب آخر في عدم وجود تشريع لحد هذه اللحظة يتعلق بالجريمة الرقمية في العراق والجريمة الإلكترونية، فبالتالي اليوم كل ما يجري من هذه الاستخدامات السلبية والسيئة بالمقابل نلاحظ أنه لا توجد هناك أي تشريعات، لا توجد هناك أي معالجات تجاه هذه الحالات. يعني مثلا نستمع بين الحين والآخر أن مثلا هناك بيانات معينة أو مثلا موظفي دائرة معينة يتم استهدافهم من قبل مثلا اتصالات كذا، أنه هذا رقمك وهذا حسابك وبالتالي تواصل وياي مثلا لانه مثلا عندك فروقات، عندك كذا. واخره كان احدى مديريات التربيه في بغداد تقريبا قبل 4-5 ايام. نعم. لكن بالمقابل لم يعلن لحد اليوم عن القاء القبض عن اي شخص مارس مثل هكذا قضيه، مارس مثل هكذا اهميه، وهي ابرز الاساليب اليوم تستخدم في العراق من هذا. فبالتالي من اين تاتي تلك المعلومات؟ تاتي هذه المعلومات من الداخل، يعني بيانات تتعلق بالموظفين، بالتالي تاتي. ذاك اليوم اجى على تليفون رساله من بنغلاديش. نعم. انه على اساس اشتغل ويهم بشيء للترويج من. نعم. سألت مين جبت رقمي؟ نعم. قال بين بيانات الحكومة العراقية. هو أنا أتحدث يعني هذه على أي أساس؟ أنا أتحدث عن شيء أكبر، اللي يتعلق مثلا بمديرية كاملة، بدائرة كاملة يتم الاتصال بهم بشكل متتالي، وأنه أنت هذا حسابك ولديك فروقات ولديك كذا، فبالتالي هذه المعلومات من جتي؟ فجتي هذه من الداخل، فبالتالي المفروض أن تسأل الجهة صاحبة قاعدة تلك البيانات، يعني قواعد بيانات أكيد هي موجودة عند جهة، هل سألت تلك الجهات أنه كيف سربت هذه البيانات؟ فبالتالي اليوم نحن نحتاج إلى أقسام أمن معلومات في كل وزاراتنا، في كل دوائرنا. لحد اليوم احنا ما عندنا مثل هكذا. اكو حالات احتيال على الموظفين والمواطنين المستفيدين من خدمه الدفع الالكتروني، شلون ممكن يبقون المواطن عند الدفع الالكتروني؟ هناك الكثير من هذه الحالات، يعني اولى تلك الحالات تتعلق في قضيه برامجيات التجسس التي توضع، يعني مرات الاجهزه اللي يتم تحميل حسابك عليها تكون مخترقه، وبالتالي يتم نسخ كل معلوماتك وبياناتك الى جهه اخرى. هناك حالات اخرى تتعلق بوضع كاميرات دقيقه خفيفه وتكون هذه مخفيه قريبه من جهاز الاستخدام تستخدمي حضرتك، فبالتالي يصور بدقه كل تفاصيل حركاتك على الموضوعات، اول رقم الحساب اللي موجود عندك في البطاقه، اثنين يعني البن وكذا، هذه التفاصيل
نعم نعم تزرع هناك كاميرات في هذا الاتجاه، هناك مثل ما قلنا برامجيات، هناك حالات تصير هو نفس الشخص اللي ممكن تتعاملين وياه يستخدمها مرتين، مره للدفع المشروع مثلا سحب راتبك، والمره الاخرى بحجه انه نتيجه قطع الانترنت او كذا لنسخ البيانات، وبالتالي يتم عمل نسخه اخرى بهذا الاتجاه. فبالتالي هناك الكثير من هناك الروابط الانتحاليه، الروابط الانتحاليه حينما مثلا ادز لك رابط وبالتالي اخذ منك البن ومن ثم اتصرف بهذه، هناك ما يتعلق بالسلف والقروض وهذه القضيه الاكثر اهميه والاكثر انتشارا في العراق. يعني اليوم مثلا بيج مثل ما تحدث الدكتور، هذا البيج يعلن انه قدم لك قروض وقدم لك تسهيلات، فبالتالي انا اتعامل مع هذا البيج وبالتالي حتى ايش؟ حتى يقدم لي هذا القرض وانطيه مال. هذا فيستخدم استخدامين، الاستخدام الاول قد يكون فيما يتعلق انه راح ياخذ مني قرض ب 40 50 مليون وبالتالي ياخذ من مصرف رافدين، مصرف الرشيد والمصارف الاخرى، وبالتالي انا اللي اتحمل ضريبه هذا الجانب. جانب اخر اللي هو الاكثر اهميه والمفروض الامن الوطني والمفروض البنك المركزي يحذر المستخدم، يعني انا مثلا بالنسبه لي كمواطن كمتقاعد مثلا اروح مثلا اتعامل مع نتيجه الحاجه مع بيج وهمي، فبالتالي اقول انه اشد الاضرار انه ايش راح يصير؟ راح ياخذ راتبي التقاعد الجاي، فبالتالي هاي 500 600 الف خلص عليه العوض وبالتالي راح اجدد البطاقه. هل يعلم هذا المواطن حينما يروح يجدد البطاقه اول اجراء راح يتخذ المصرف ان يحيله الى شعبه او قسم غسيل الاموال في تلك في ذلك المصرف، وبالتالي يشوفون انه اذا هل تمت هناك اي حركه مشبوهه، فبالتالي هاي الحركه المشبوهه من راح يتحملها؟ راح يتحملها الشخص اللي تمت سرقه حسابه. هنا المواطن شلون يقول له انت بوحده صرتي باثنين، هنا اخذ راتب بطاقته وبالتالي قد يواجه بجريمه غسيل اموال، هذه الجريمه اللي تصل الى 10 و15 جريمه سنة. هو ما مرتكبها ما مرتكبها نهائيا. فانا لماذا لا انبه المواطن انه انت مو فقط راتبك اللي راح يروح، يعني بالتالي انت تقول انا ساغامر، انت مو فقط راتبك راح يروح، انت بالمقابل قد تتهم وقد تكون ضحيه جريمه غسيل اموال، وبالتالي من اللي راح يخلصك من هذا الجانب؟ جانب اخر مثلا مصرف الرافدين، مصرف الرشيد اعلنوا عن اعاده موضوع منح السلف الخمس ملايين و10 ملايين، وبالتالي الاغراض تتعلق بالشفافيه انه فقط من خلال التطبيق الرقمي. من خلال متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي الجروبات نلاحظ انه جميع المستخدمين جميع الموظفين شو يقولون؟ يقولون هناك صعوبه بالوصول الى هذا الاستخدام، وبالتالي من اروح للمصرف المصرف يقول لك لا انا ما استقبلك، روح قدم للتطبيق. فبالتالي هنا من محاولتين وثلاثه واربعه وخمسه مع اشاعات توقف القروض وعدم وجود وفره ماليه راح يدفع هذا المواطن انه مجبرا اخاك لا بطل يروح للمكتب اللي انت تخليه يروح للمكتب، يقول لك المكتب انا اخذ لك 3 ملايين واجيب لك العشرة بنفس اليوم او خلال 24 ساعه. فبالتالي المفروض يعني الجهات المعنيه عندنا بالعراق ماذا لم تعالج؟ بدها تفتح ابواب الفساد بالتاكيد. يعني هذا كله يعني اكو جهات مشتركه بشكل وباخر، يعني اليوم حينما نتحدث جهات عن حكوميه، شنو هي مشتركة؟ هي مشتركه الجهه الحكوميه مو بقصد الايذاء بالمواطن، لكن نتيجه مثلا التقصير، عدم وجود خدمه جيده، عدم هذا وجود ما يبرر رقمي. اذا هذا ماكو لا خدمه يبرر. جيده وماكو تقصير هذا تواطؤ هذا من لا يبرر. يعني اليوم حمايه الامن السفراني للبيانات الحساسه للمستخدمين وما يتعلق بقضيه الاموال وغيرها، يعني هذا مسؤوليه الدوله بالدرجه الاساس، فحينما مثلا توجد هناك برامجيات ويمكن ان تخترق بطاقتي، فالمسؤوليه من هنا؟ تكون هنا مسؤوليه وزاره الاتصالات وهيئه الاعلام والاتصالات. طيب دكتور، شلون نحمي نفسنا من الابتزاز الالكتروني؟ طبعا بالتاكيد استخدام الوسائل الالكترونيه ضمن معايير اخلاقيه، يعني لا نسمح لمستخدمين هذه الوسائل بالدخول الى اي شك بوجود اختراق لأخلاق هذا الشخص أو لعملية التحايل. حاليا يعني حتى شاشة التلفزيون من الممكن أن تمرر معلومات خاطئة إلى المستخدمين، فعلينا بالتأكيد الأجهزة الأمنية يعني وزارة الداخلية معنية أيضا بتتبع حركة من هم الذين يقومون. دكتور صفد ذكر نقطة كلش مهمة، قال اكو كاميرات عندما هذه طبعا تسحب الاموال راح ياخذ رقمك البنكي وهذه مصيبة، يقدر يفرغ الرقم الرصيد كله بالبنك. المفروض سلوك حامل البطاقة شلون نوجه يعني الناس اذا كان متقاعد وعمره 60 70 سنة؟ لا يعني بالمصارف العراقية حامل البطاقة عنده سلوك والماني ماشين مثلا بيها 250 مليون، فعندهم برنامج يطلع انه هذا المتقاعد يسحب 500 بالشهر زين عندما ينزل راتبه ورا اسبوع ورا 10 ايام. فالمفروض هو من ترتفع نسبه الخطر، مثلا هو عنده حساب وحاط به مثلا في 200 مليون وجت البطاقه مالته تسحب 200 مليون، المفروض نسبه الخطر من ترتفع، لان هذا مو سلوك الاعتيادي. لو ادز له رساله تنبيهات هذا النظام بأوروبا هذا مو موجود. هذا النظام بأوروبا موجود بس اكو تحليل سلوك، يعني الان البنك المركزي
يستطيع توجيه المصارف العراقية من أجل ضمان عدم سرقة الباسورد. هذا إجراء لاحق مو قبلي مو قائل هاي المشكلة. نعم. هذا إجراء يصير لاحق بعد أنه مثلا شخص يتعرض إلى مثل هكذا مشكلة يروح يتم موضع. يعني إحنا نقدر إذا المبلغ كبير مثلا دا ينسحب من البطاقة. خطأ يكو ناس لا حول ولا قوة. إيه يعني أنطيفة تمرير مبلغ معين المفروض تنبيه أي حركة تصير يعني تنبيهها. وبالتالي عندنا ممكن التطبيق الرقمي اللي إحنا الموجود تطبيق رافدين ومرة تطبيق الرشيد ممكن أن نفعل به التنبيهات فبالتالي أي حركة باللحظة تنطيني إشعار. نعم. إنه تعطيني إشعار إنه على الموبايل ونقدر نسوي اثنين باسورد للرقم السيريال نمبر للمبالغ البسيطه و يعني هذا على مود ما يصور. هذه خطوه جيده على مود هم يطورون انظمتهم. مو هي المشكله اليوم حتى البن صار اجراء كي كارد انه كان ممكن انه تروح حضرتك اي منفذ او تطبيقك انت تغير البن. اليوم صار هذا الاجراء توقف. هذا الاجراء توقف هسه بعد ماكو شيء اسمه تغير بن. المفروض هي فبالتالي البن اللي يجيك انت وانت مستمر راح يبقى بحجه استمر. انه لكن هذا الاستمراريه ايضا مع قواعد بيانات يمكن الوصول اليها فبالتالي من السهل جدا صارت اسهل طبعا ويفترض ايضا اكو ضمانات يعني لاختراق هذه المنظومه يعني تامينات على ارصده المودعين. هناك شركه لتامين الودائع لكن لغايه الان يعني اذا البطاقه السيريال نمبر راح من عنده وفقدها او سرقت او هربت بالتاكيد لا يعوض صاحبها. هو هذا السكرت نمبر. اليوم شلون شو توجه نصائح كخبير اقتصادي للمواطن ما يحطه مثلا عيد ميلاده؟ لان احنا العراقيين لو عيد الميلاد لو عيد ميلاد الزواج لو تاريخ ما ادري شنو لا هي تواريخ معروفه هي البطاقه يمه ما يقدر يعني من يفقدها المفروض راسا يبلغ. هو خاف من يبلغ حتى اذا اخذوا الرقم ممكن اصدار نسخه ثانيه للبطاقه بنفس اللي هي هاي المفروض شركه التامينات اذا سوينا يعني اذا مزوره البطاقه ومرت على الجهاز المفروض الجهه اللي صدرت البطاقه هي تتحمل الفرق. شكت عندنا حمايه للبطاقه البنكيه العراقيه؟ يعني انا بتقديري حجم المشاكل اللي على مستوى سرقه الاموال قليله بالبيئه العراقيه يعني تكون محدوده لكن نطالب بتفعيلها يعني خاصه ان هناك توجه لدعم الشمول المالي في العراق ودعم طمأنة المواطنين حملة البطاقة بأن أموالهم بالمصارف سليمة. طيب. فتأسيس شركة لضمان تعويض المتضررين في حال تضررهم أعتقد أنها كفيلة. نعم. بحل هذا الإشكال. دكتور صفد بثلاثين ثانية شنو أغرب الحالات مال الاحتيال الإلكتروني وسرقات الأموال؟ يعني هي أغرب الحالات اللي مثل ما قلنا اللي هي الحالات الشائعة أنه من خلال أنه أنا أحصل معلوماتي على دائرة كاملة وبالتالي أستهدف فد 100 حالة 200 واحدة 200 صادفتك حالة واحدة كانت سرقة أموال مثلا من رجل متقاعد. اسألي أنت هل أي كل موظفي الدولة في العراق أكو موظف خلال هاي السنتين ثلاثة ما تعرض لاتصال من قبل جهة وقالوا له أنت موظف بالجهة الفلانية وعندك كذا وعندك كذا فبالتالي اليوم أنا متأكد يعني 90% من راح تسأليهم راح يقول لك إيه وصلت فيها فبالتالي الخطر أنا أشوفه كبير موجود. حينما يكون 90% تقريبا يستهدفون بهذه الطريقة فإذا قواعد البيانات موجودة وواصلة وبعدين جانب آخر يعني هذا الفضل اللي يصير بمكاتب المنافذ حينما يعني ولو الوقت يمكن ما يسمح يعني مثلا إيش قد الباسورد مالتك باسورد مالتي هالقد الباسورد مالتي هالقد الباسورد مالتي فبالتالي ممكن إنه البطاقة تأخذ من خلال هذا الشخص وبالتالي الباسورد موجود أخذه من يعني يتكلمون بشكل علني علني المنافذ الباسورد هذه يعني مشكله خصوصا اذا مر فيه الباسورد تطيح مثلا اذا هو مزور عنده يعني هاي بالبوينت اوف سيل يقول لك ايش قد الباسورد مالتك تطيح على مود يقدر يرد يقول رقم. نعم. شكرا جزيلا رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي الدكتور صفد الشمري حياك الله. شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي حياك الله. شكرا جزيلا. قبل لا اروح وياكم لموجزنا الخبري خلونا نشوف ابرز ما جاء في منصه اكس حول مسيرة الشعارات التي رافقت مسير الزائرين صوب كربلاء العشق المقدسة في مقدمتها وسم طوفان الأربعين لنتابع.
ننتقل الآن إلى الموجز الخبري. رئاسة الجمهورية تنفي اعتزامها إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات. السوداني يزور غرفة عمليات وزارة الداخلية لمتابعة خطط الزيارة الأربعينية. وزير الداخلية يوجه بالحيطة والحذر وتأمين جميع الطرق وتوفير متطلبات الزائرين. وزير الصحة يعلن نشر 100,000 منتسب و230 سيارة إسعاف لإسناد الزيارة الأربعينية. النزاهة تعلن صدور قرار حكم بحبس مدير شركة أهلية تسلم 20 مليار دينار عبر التزوير في نينوى. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.